من الرواد برضو، كله عسل من ناحيتين اهو، وخاتم اهو للاخر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي مشاهدي قناة المراد، اليوم الأربعاء 4/8/2021، وقبل الفرز بأيام، يمكن يومين ويمكن ثلاثة، لازم احنا بنمر على الخلايا والاطلاع على مستوى البراويز دايما عشان الجو حر، احنا بنفتح اخر النهار برواز الاخير، اخر برواز في الخلية. بسم الله ما شاء الله. طبعا البرواز خاتم، نعم ها، لا لا، البرواز خاتم كله اهو، من فوق من السدابة للأسفل، طبعا لما الخلية يبقى فيها مجموعة براويز بالكيفية دي على طول بنعرف ان كده احنا محتاجين نفرز. من الناحية التانية اهو البرواز برضو، كله عسل من ناحيتين اهو، وخاتم اهو للاخر. هنشوف برضو بعض البراويز ان شاء الله، يكون 5 6 براويز، وبعد كده نلم الخلية مرة تانية. نفس الوضع، بسم الله ما شاء الله. طبعا الحضن اللي موجوده تحت دي ذكور، وهنا زيها شويه حضن ذكور، انما كل البرواز عسل. هنشوف برضو الناحيه التانيه، هو نفس البرواز اهو، شايفين طبعا البرواز كله عسل اهو من فوق لتحت، شويه بس عيون ذكور اللي موجوده اهي من الجنبين، والباقي كله طبعا خاتم عسل عليه الصلاة والسلام. احنا طبعا المغرب هيدنا اهو، عشان كده احنا مبنطولش، بنيجي متأخرين. ده برواز لسه جايبه للخلية، نفس القصة اهو، هنا حضنة برضو ذكور، مفيش شغالات، طبعا هنا شغالات، حضنة الشغالات اهي، وإلا كان الأمر هيبقى مختلف تماما، معنى إن ميبقاش فيه حضنة شغالات، معناها ان الملكة ما بتحطش بيض مخصب، يبقى امر من الامرين، اما الملكة ما تكونش موجودة. برضو هذا البرواز هنا برضو شغالات اهو، حضنة دي شغالات محمصة طبعا، ومن فوق العسل. قلنا لو الذكور فقط اللي موجودة في الحالة دي، يبقى الملكة ما بتحطش بيض مخصب، يبقى معناه ان الملكة غير موجودة بالخلية،
او عايزة تتغير او المالكة فقدت وفي شغالات قايمين بدور الملكة الكاذبة، يبقى في الحالة دي احنا بناخد الاجراءات بتاعتنا. طبعا شايفين البراويز كلها ماشي، هذا البراويز اهي كلها، اللي تحت برضو ايه عسل بس لسه ما قفلش، بس طبعا الغالب قافلين على العسل، النحل خاتم على العسل، باقي البراويز اهو نفس القصة اهو، دي حضنة اهي، دي شغالات اهو. احنا عملنا فيديو قبل كده عن الام الكاذبة لما بعض الشغالات بياخدوا دور ده العسل اهو اللي فوق، وتحت شوية شغالات برضو حاجات بسيطة كده. قلنا اللي قبل كده عملنا حلقة عن الخلية المكدبة لما النحل بياخد صفة الملكة الشغالات، دي برضو نفس القصة اهو ماشي. شوف البرواز الاخير ده، وبعد كده هنلم الخلية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هندي دخانة سنة صغيرة كده عشان النحل ايه ما يهكش قوي. ده اخر برواز احنا هنشوفه، وبعد كده نقفل الخلية. اخر برواز زي اول برواز دايما هنلاقيه بسم الله ما شاء الله، هذا شايفين كله عسل اهو، خاتم للاخر اهو، شايفين العسل خاتم للاخر اهو، البرواز كله خاتم اهو، واضح. والناحية التانية اهو برواز خاتم برضه اهو، مفهوش اي حضنة ولا اي حاجة. عشان كده ان شاء الله في اقرب وقت هنجهز للفرز باذن الله، قلت ربما يومين ربما ثلاثة نكون جهزنا الفرز. طبعا تجهيز الفرز للفرز محتاج ادوات، نجيب الجراكن بتاعتنا اللي احنا هناخد فيها العسل، الرجالة اللي هتشتغل معانا في المنحل، نجهز الدخان بتاعنا زي ما هو معانا كده، عدد من الكرتون، انا بستخدم في المدخن الكرتون بتاع البيض من زمن الزمن انا شغال بيه، وبيدي نتيجة كويسة ومعقول يعني. بعض الناس بتستخدم من الاشجار مفيش مشاكل، البعض بيستخدم من الخيش عادي كنا بنستخدم زمان، بس ايه الطريقة اللي معانا ايه مريحة شوية كده. الخلية جاهزة للفرز ان شاء الله، وفرز قريب وهنصوره ونسجله مع بعض ان شاء الله. بنقول للأحبابنا وأعزائنا مشاهدي القناة معانا وتابعونا إن شاء الله لحد يوم الفرز، من 3 لـ4 أيام يومين الله أعلم، نجهز نفسنا وهنصور الفرز مع بعض إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع أماناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.